بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر احمد ندى، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ نشرح مع بعض يونت 4. يونت 4 يا شباب بتتكلم عن الهرمونز، يعني الهرمونات. ايه الهرمونات اللي موجودة جوه جسمي، وايه الفانكشنز بتاعتها، ويعني ايه اصلا هرمونز؟ تمام. هو في لسون واحد بس بيتكلم عن الهرمونز ان هيومن بودي، الهرمونات في جسم الانسان. الليسون ده يا شباب مش طويل زي الليسون اللي فات، هنقسمه مثلا على 2 او 3 بارتس، جزئين او ثلاثة، لانه مش كبير قوي. تمام. مفيد جدا جدا جدا، هتفهم حاجات كتير عن جسمك بتحصل وانت ما كنتش عارف سبب او لاقي تفسير للي بيحصل دوت. هتلاقي تفسير لحاجات كتير جدا على المستوى الشخصي وعلى مستوى حياتك الشخصية. هتستفيد بكل المعلومات اللي هنقولها في الفيديو ده او في الليسون ده كله. ياريت تتابعنا لاخر الحلقة عشان تعرف كل حاجة عن الهرمونز اللي موجودة في جسمك. ودلوقتي ليتس جو يا شباب، يلا بينا نبدأ حلقة النهاردة. يلا بينا نبدأ. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان ليسون 1 بيتكلم عن الهرمونز ان هيومن بادي، الهرمونات اللي موجودة في جسم الانسان. فهو دلوقتي بيكلمني الاول عن النيرفوس سيستم اللي احنا درسناه في جريد 6 في سنة 6. مش احنا كنا عارفين ان النيرفوس سيستم organize and coordinates both the activities and functions of organs of living organisms، ان الجهاز العصبي ده هو اللي كان بينظم وينسق الانشطة والوظائف اللي بيقوم بيها الاعضاء المختلفة بتاع الجسمي. جميل جدا، ده لحد سنة 6. لما كبرنا شوية ووصلنا لبريب 3 بقى في تالتة اعدادي دلوقتي، بيقول لي but scientists، ولكن العلماء through their experiments، من خلال التجارب بتاعتهم and researches والابحاث بتاعتهم، proved that، اثبتوا ان there is another form of organizing، في شكل تاني من اشكال التنظيم and coordinating والتنسيق بتاعت these activities and functions، بتاعت الوظائف وبتاعت الانشطة اللي بيقوم بها جسمي. تفتكروا يا شباب ايه هو another form ده؟ ايه الشكل التاني للتنظيم والتنسيق اللي بيعمل بينظم وينسق كل الاكتيفيتيز وكل الفانكشنز اللي بيقوم بها جسمي غير النيرفوس سيستم؟ اكتشفوا يا شباب ان في كيميكال سبستنسز، في مواد كيميائيه سيكريتد باي سبيشال سيلز، بتفرز عن طريق خلايا معينه ان ذا بودي في الجسم، هي دي المسؤوله عن الكوردينيشن ومسؤوله عن الاورجنايزنج ديفرنت اكتيفيتيز اند فانكشنز ان ذا هيومن بودي. تمام كده. طب مين هي الكيميكال سبستنس دي؟ قال لي ذيس سيكريشنز، الافرازات دي او المواد الكيميائيه دي، ار نون از هرمونز، معروفه باسم الهرمونات. اتفقنا كده، عرفنا قصة الهرمونز. جميل جدا. طب تعال نتكلم شوية عنها. بيقول لي الهرمون دي عبارة عن chemical substance or chemical message، هي مادة كيميائية أو رسالة كيميائية that controls، بتتحكم and organizes، وبتنظم most of vital activities and functions، معظم العمليات والوظائف الحيوية in the bodies of living organisms، في أجسام الكائنات الحية. تمام كده؟ كمان الهرمونز ديت are secreted in the body by some organs، بتفرز في الجسم عن طريق مجموعة من الأعضاء اسمها endocrine glands or ductless glands. endocrine glands أو ductless glands الاتنين معناهم واحد، اللي هي الغدد الصماء. الغدد الصماء. تمام. طب مين هي الendocrine glands؟ قال لي they are ductless glands، هي غدد صماء، يعني without duct، ملهاش قنوات عشان السائل او الافرازات او المواد اللي هي بتفرزها تمشي فيها. that secrete their hormones، بتفرز الهرمونات بتاعتها directly in the blood، في الدم مباشرة، without passing through ducts، بدون المرور على قنوات. عشان كده سموها ductless، غدد صماء، او endocrine glands، غدد صماء، ملهاش اي channels، مفيش قنوات الافرازات اللي الغدد دي بتفرزها بتمشي فيها، دي على طول الغدد دي بتفرز الهرمونز دي وتبعتها في الدم مباشرة. طب يا ترى بتفرز بكميات كبيرة ولا كميات قليلة؟ قال الاندوكراين جلاندز سكريت هرمونز، بتفرز الهرمونات ان ليميتد كوانتيتيز، بكميات محدودة. بكميات ايه؟ محدودة. اتفقنا كده؟ طيب وبعدين خلاص الاندوكراين جلاندز افرزت الهرمونز اللي جسمي محتاجها، الهرمونات اللي جسمي محتاجها. تمام؟ طب يا ترى الهرمون ده هيمشي فين؟ وهيوصل للمكان اللي المفروض يعمل فيه الاكشن بتاعه ازاي؟ قال لي في جسمي حاجه اسمها التارجت سيلز. تارجت سيلز، الخلايا الهدف او الخلايا المستهدفه. ذات ذا هرمونز افكت ار اولموست لوكيتد اواي فروم ذا اندوكراين جلاند ذات سيكريت ذا هرمون،
يعني ايه الجملة دي يا شباب؟ يعني الخلايا اللي الهرمونز بتأثر عليها دايما بتكون away from، بعيدا عن الاندوكرين جلاندز، عن الغدد اللي بتفرز الهرمون. يعني ممكن الغدة تبقى في رقبتي وتفرز هرمون يوصل لرجلي، تمام؟ هنا الاندوكرين جلاندز الغدد ملهاش دعوة بالمكان اللي هيحصل فيه الاكشن، هي بتفرز الهرمونز المطلوبة منها، والهرمونز دي بتمشي في البلاد فيسلز في الأوعية الدموية وبتوصل للتارجت سيل للخلية اللي هي بتستهدفها بكل سهولة، تمام؟ قال لي سو ذا بلاد، وعشان كده الدم is the only way for these hormones، هو الطريق الوحيد للهرمون to reach its site of action، عشان يوصل للمكان اللي هيعمل فيه الاكشن بتاعه. اتفقنا كده؟ هيجي يسألك give reason ليه الاندوكرين جلاندز are called by this name، ليه الغدة الغدد الصماء سميت بهذا الاسم؟ هقول له because they secrete their hormones، لانها بتفرز الهرمونات بتاعتها directly in the blood، على طول في الدم مباشرة، without passing through ducts، بدون المرور على قنوات او channels يعني. اتفقنا؟ جميل جدا. طيب نبص على الاكسرسايز ده. ممكن يا شباب نوقف الفيديو لحظة ونقرأ الأسئلة ونحلها. بيقول لي the chemical substance that controls the organize that controls and organizes most of body vital activities، مين المادة الكيميائية اللي بتنظم وبتتحكم في معظم الاكتيفيتيز الحيوية اللي في جسمي؟ اختار الإجابة واكتبها تحت في الكومنت اللي تحت الفيديو. طيب the نقط is the only way، مين في دول هو المسار الوحيد او الطريق الوحيد للهرمونز to reach their sites، عشان يوصل للأماكن بتاعت الأكشن بتاعته؟ هستنى إجاباتكم يا شباب، ما تنسوش. ودلوقتي تعالوا نتكلم على الموست امبورتنت اندوكراين جلاندز، اهم الغدد الصماء اللي في جسمنا. هما 5 جلاندز، خمس غدد، تمام؟ في الميل 5 وفي الفيميل 5 اللي احنا هناخدهم في الوقت الحالي. في حاجه اسمها البيتيوتري جلاند، الغده النخاميه، ثايرويد جلاند، الغده الدرقيه، تو ادرينال جلاند، الغدد الكظريه، بنكرياس جلاند اللي هو البنكرياس، ريبرودكتيف جلاندز، الغدد التناسليه. في الميل بتكون التو تيستس، وفي الفيميل بتكون التو اوفرز. اتفقنا؟ تاني، بيتيوتري جلاند، ثايرويد جلاند، تو ادرينال جلاندز، بنكرياس جلاندز، ريبرودكتيف جلاندز. الريبرودكتيف جلاندز مقسومه جزئين، جزء في الميل بيبقى عباره عن التو تيستس، وجزء في الفيميل بيبقى عباره عن التو اوفرز. اتفقنا كده يا شباب؟ في حد مش فاهم حاجه لحد دلوقتي؟ طيب، وده يا شباب اماكن الجلاندز اللي احنا قلناها، اماكن الغدد اللي احنا قلناها. هتلاقي عندك البيتيوتري جلاند موجوده في البرين، هتلاقي عندك الثايرويد جلاند في المنطقه بتاعت النك بتاعت رقبتك كده من قدام، هتلاقي التو ادرينال جلاند فوق التو كيدنز موجودين فوق الكليتين، والبنكرياس موجود تبع الدايجستيف سيستم في الجهاز الهضمي، وعندك التو تيستس دول موجودين في الميل بس، والتو اوفريز دول موجودين في الفيميل بس. يا ترى دلوقتي عرفنا مين هي الاندوكرين جلاندز اللي موجوده في جسمنا وعرفنا اماكنها؟ المفروض ان احنا ناخد بقى كل جلاند من دول، كل غده من دول، ونعرف هي فين وشكلها ايه والفانكشن بتاعتها ايه، وايه الهرمونز اللي بتخرج منها، وايه وظيفه الهرمونز اللي بتخرج منها. كل ده يا شباب المفروض ان احنا نتعرف عليه في نهايه الليسون بتاعنا. فاهمين؟ اكمل؟ اوكي. طب يا ترى يا شباب في كام هرمون، كام هرمون في جسمنا؟ بيقول لي ان الاندوكرين جلاند سيكريت مور ذان 50 هرمونز ان ذا هيومن بودي، ان الغدد الصماء اللي موجوده في جسمي بتفرز اكتر من 50 هرمون في جسمنا. if one of the glands doesn't act properly، يعني لو في غدة من الغدد لا قدر الله ما اشتغلتش كويس، the balance of action of this gland get disturbed، يعني التوازن بتاع الفعل اللي بيحصل من الغدة دي get disturbed، هيحصل فيه اضطراب. and man has a state of hormone disorder، وبالتالي الانسان هيعاني من اضطراب في الهرمونات. hormone disorder يعني اضطراب هرموني، هيحصل عنده مشكلة في الهرمونات بتاعت جسمه. طب ايه هو الهرمون ديس اوردر دوت؟ ايه الاضطراب الهرموني دوت؟ قال لي it is increase or decrease in the secretion of one of the hormones، هو زيادة او نقص
افراز هرمون واحد في جسمي. When one of the glands doesn't act properly، لما تكون في غدة واحدة في جسمي على الأقل ما بتشتغلش كويس، يحصل ساعتها هرمون disorder، اضطراب هرموني في الجسم. تمام كده؟ طيب what happened if the secretion of the endocrine glands increase or decrease than the normal level؟ يعني لو الإفرازات بتاعت الإندوكرين جلاند زادت أو نقصت عن المعدل الطبيعي، اللي يحصل اليزيسكوزيس ديسيز، ده يسبب مرض symptoms which known as hormone disorder، هيسبب مرض، والمرض ده بنسميه اضطراب هرموني. اتفقنا؟ تعالوا ندخل على أول جلاند وهي الماستر جلاند، دي المايسترو بتاعة الجلاندز كلها، دي اللي بتقود كل الغدد اللي في جسمك، اللي هي البيتيوتري جلاند، الغدة النخامية. تمام كده؟ دي موجودة فين؟ هتلاقيها في البرين، في المنطقة دي كده. طيب مكانها قال لي it is located below the brain، أسفل المخ في المنطقة دي. طب الديسكريبشن اوصفها لي، قال لي it is small gland، هي غدة صغيرة، in the size of pea seed، قد حباية البسلة، and it consists of two loops، وبتتكون من فصين. طب الـ importance أهميتها إيه؟ قال لي it secretes hormones that regulates the activities of other endocrine glands، بتفرز الهرمونات اللي بتنظم أنشطة الغدد الصماء الأخرى. So it is called master gland أو main gland، عشان كده بنسميها الغدة الماستر أو الغدة الأساسية. طب الـ secretions الإفرازات بتاعتها، قال لي it secretes a group of hormones، بتفرز مجموعة من الهرمونات، مش هرمون واحد، ده مجموعة، كل هرمون بيروح ينشط غدة معينة، بيروح على غدة معينة يشغلها. اتفقنا؟ طيب هيجي لك سؤال جفريزون، هيقول لك البيتيوتري جلاند ليه سميتها ماستر جلاند او مين جلاند؟ هتقول له لانها سكريت هرمونز ذات ريجوليت ذا اكتيفيتيز اوف اذر اندوكراين جلاندز. اتفقنا كده؟ تعال نبص على الدياجرام ده عشان نعرف ايه هي الهرمونز اللي بتخرج من البيتيوتري جلاند. قال لي عندك اول حاجه اسمها الجروث هرمون، الهرمون المسؤول عن النمو، وفي عندك حاجه اسمها الثايرويد ستيميوليتنج هرمون، اللي هو بيتكتب في التحاليل، لو حد عمل تحليل غده قبل كده، TSH. تمام، ثايرويد ستيميوليتنج هرمون، يعني الهرمون اللي بيروح ينشط الثايرويد جلاند. كمان في عندنا ادرينال جلاند اكتيفيتنج هرمون، الهرمون اللي بينشط الغده بتاعت الادرينال جلاند اللي هي الغده الكظريه. في عندنا كمان ماماري جلاندز، يعني الغدد الثدييه، اكتنج هرمون يعني الهرمون اللي بينشط الغدد الثدييه اللي هي بتبقى موجوده عند الفيميل، تو سيكريت ميلك ديورينج بريست فيدنج بروسيس، اللي بتساعد الثدي بتاع الام ان هو يفرز اللبن اثناء مرحله التغذيه بتاعه الجنين الطفل او اثناء مرحله الرضاعه يعني. اتفقنا؟ في كمان عندنا سيكشوال جلاند اكتيفيتنج هرمون، يعني الهرمونات اللي بتنظم او اللي بتنشط ها الغدد التناسليه اللي هما التو تيستس والتو اوفرز. طب ليه؟ اللي ذات ريجوليتس ذا جروث اند ديفلوبمنت اوف سكس اورجنز، ديت بتنظم نمو وتطور الاعضاء التناسليه. تمام، عشان واحنا بنكبر الاورجنز دي تكبر معانا وتبتدي يحصل لها اكتيفيتنج، تتنشط وتقوم بوظائفها لما توصل للادلتهود، لمرحله البلوغ. طيب نخش على هرمون ريجوليتنج اماونت اوف ووتر ان ذا بادي، في هرمونات او هرمون معين بينظم كميه الميه اللي في جسمك، وده بيأثر على التو كيدنز، على الكليتين بتوعك. كمان في فاسيليتيتنج هرمون ديورنج دليفري، في هرمونات تانيه بتسهل عملية الولادة عند الأم. اتفقنا يا شباب؟ طبعا احنا مش هناخد دول كلهم، بس لازم أكون عارفهم، مش هندرسهم كلهم بالتفصيل، بس هندرس بعض منهم كده، شوية صغيرين منهم. اتفقنا؟ بس لازم تبقى عارف الهرمونز اللي بتخرج من البيتيوتري جلاند، تعرف أساميها والفانكشنز بتاعتها لو مكتوب فانكشن زي دول كده مثلا. طيب نكمل؟ نكمل. بيقول لي الجروث هرمون ده أول هرمون هندرسه، اللي هو الهرمون المسؤول عن النمو. قال لي it controls the speed of growth rate of the body muscles bones and other organs، يعني بيتحكم في سرعة نمو، سرعة ومعدل نمو المسلز، العضلات، البونز، العظام، and other organs، وأعضاء أخرى في الجسم. and it determines the height، وبيحدد ارتفاع ال person
will reach when he or she become full grown. بيحدد طولك كشخص أو طولك كواحدة بنت لما تبقي fully grown، لما تنمو بالكامل، لما جسمك ينمو بالكامل الهرمون ده هو اللي بيحدد طولك إذا كنت تبقى طويل ولا قصير، تمام؟ وكمان بيتحكم في البونز والمسلز، العظم والعضلات، في الجروث بتاعها، في النمو بتاعها. اتفقنا؟ هتلاقي هنا some diseases، في بعض الأمراض resulted from the growth hormone disorder، لو حصل لا قدر الله اضطراب في الهرمون بتاع النمو بينتج عنه diseases أمراض زي الدورفيزم أو الجاينتيزم. الدورفيزم اللي هي القزامة والجاينتيزم اللي هي العملاقة، تلاقي شخص قزم وشخص عملاق. طب القزم ده بقى قزم ليه والعملاق ده بقى عملاق ليه؟ بسبب diseases أو بسبب المشكلة اللي حصلت في الجروث هرمون عنده وهو صغير. طب تعالى نوصف المرض ده والمرض ده، الديسكريبشن بتاعه ايه؟ الدورفيزم بيبقى البادي ستوب جروينج، الجسم بيتوقف عن النمو، سو ذا بيرسون بيكام ادورف، عشان كده الشخص بيصبح قزم. اما الجاينتيزم العملاقه هو الكونتينوس جروث، النمو المستمر، ان ذا ليمبس بونز، في عظام الاطراف، سو ذا بيرسون بيكام ا جاينت، عشان كده الشخص بيصبح عملاق. طب اللي بقى قزم ده بقى قزم ليه؟ قال لي اكيد حصل decrease in the secretion of growth hormone at childhood، يعني حصل نقص في افراز الهرمون المسؤول عن النمو اثناء طفولته. اما الجاينتيزم بيحصل increase in the secretion of growth hormone، زيادة في الجروث هرمون، في هرمون النمو وهو طفل، فبيصبح جاينت، بيصبح عملاق. اتفقنا؟ ودلوقتي يا شباب الجزء ده يجي لك عليه سؤالين، what happened؟ يقول لك what happened if the secretion of growth hormone is decreased in childhood، لو افراز هرمون النمو نقص في فترة الطفولة، هقول له the body stop growing، الجسم هيتوقف عن النمو، so the person becomes a dwarf، والشخص هيصبح قزم. طب لو حصل العكس increased، لو الكمية زادت، قال لي the continuous growth in the limbs of pons occurs، يعني يحصل زيادة مستمرة في العظام بتاعة الأطراف، so the person become giant، والشخص هيصبح عملاق. اتفقنا كده يا شباب؟ أتمنى نكونوا فاهمين لحد دلوقتي. الدرس سهل ولذيذ وفي معلومات كتير جدا مفيدة. لحد هنا يا شباب هتكون حلقتنا خلصت. هستناكم تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك، هتلاقوا اللينك في الديسكريبشن في وصف الفيديو تحت، وكمان هتلاقوا لينك للجروب بتاعنا تقدروا تنضموا لينا، متنساش تضغط سبسكرايب لو لسه ما اشتركتش، وتدوس على زر الجرس عشان يوصلك كل الدروس الجديدة، وكمان ما تنساش تضغط لايك للحلقة لو عجبتك، وتسيب لنا كومنت بالإجابة بتاعتك أو رأيك في الحلقة، وما تنساش تعمل شير للحلقة لكل أصحابك وقريبك عشان يستفيدوا زي ما انت استفدت. أشوفك على خير إن شاء الله الحلقة الجاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.